نكمل بالإبيديميولوجي. هذا الجدول يبين كيف الأرقام بين الميل والفيميل بمختلف الايج جروبس. هلا بالنيونيتس، يعني أول ما بنولد الطفل، النيونيتس اللي هم حديثي الولادة، النسبة بالميل أعلى من الفيميل بنسبة 5 لـ1، يعني كل 5 ميل عندهم انفكشن يورينري تراكت في وحدة بالفيميل. ليش تتوقعوا إنه النسبة بالميل أعلى من الفيميل بالنيونيتس أول ما بنولدوا؟ إيش تتوقعوا السبب يكون؟ أول ما بنولدوا الميل ريسك تبعهم أعلى من الفيميل باليو تي آي. شو رأيكم؟ أول ما بنولد البيبي الريسك يمكن لأنه ما بكون يمكن لأنه ما بكون عامل عملية السيركمتانسس اللي نحن بالضبط السيركمسيشن اللي هو التطهير، ما بيكون متطهر البيبي، كونه الصغار ما بيكون لسه متطهر أول ولادته، فالريسك إذا فيه بده يصير يعني هو الصغار يصير عندهم يو تي آي كتير قليل، بس برضه موجود، مش إنه مش موجود. بس الميل أول ما بيجي لازم يتطهر، وبالتالي كل ما أخرنا عمليات التطهير، في ناس بيأخروها شهر وشهرين وثلاثة وسنة وسنتين، في ناس بيضلهم مأخرين عملية التطهير، فكل ما تأخرت التطهير اعرفوا انه الريسك، شايفين من 5 لـ1 الريسك عالي. هاي نان بالنيونيتس او بالنيوبورن، ليش بزيد البكتيريورا بالبويز؟ لانه في عنا نان سيركمسيشن، سيركمسيشن هو التطهير، فلما يكون نان معناه لسه ما تطهر. فسبحان الله كيف احنا بالاسلام بقول لك لازم البيبي يتطهر، الاجانب ما بيطهروا لانه في هاي ريسك اوف انفكشن، وبالتالي كل ما كان عملية التطهير أسرع بيكون الريسك أخف. طيب بعدين لما نبلش بري سكول وسكول وريبرودكتيف بتبلش النسبة بالفيميلز تعلى، وهذا احنا حكينا الفيميلز دائما بتعلى، بتوصل الماكسيمم لما تكون ريبرودكتيف ايج، لأنها بتكون بهاي الفترة سكشوالي أكتف. هلا بالجيرياتريك اللي فوق 65 سنة بيرجع النسبة 1 لـ1، حكينا لأني عندي أكثر من سبب. أول إشي البروستيت فلويدز بتبطل افكتيف زي قبل لانه فيها انتي مايكروبيال، فبتبطل افكتيف. هاي واحد. تاني نقطة برضو البروستيت نفسها بصير فيها مشاكل، واحنا قلنا البروستاتايتس هي لور يورينري تراكت انفكشن، فنفسها البروستيت بصير فيها مشاكل، مشاكلها اكثر من منافعها. والكبار بالعمر برضو بتقل الاميونيتي تبعهم، بيكون في عندهم كوموربيديتيز، امراض اخرى بتدخل على الخط. هاي كلها عوامل بتاثر. لو جينا على المايكرو اورجانيزم اللي بتعمل لي اليو تي اي، لما نحكي ان كومبليكيتد يو تي اي، ان كومبليكيتد 75 ل 95% هي ايكولاي. اذا عندي ان كومبليكيتد يو تي اي، اذا احنا لما نسمع اي يو تي اي ما هي اليو تي اي اغلبها او كلها ايكولاي، صح كلامنا اذا عم نحكي عن ان كومبليكيتد. لما نبلش نحكي complicated لا، بنلاقي مايكرو اورجانيزمز ثانية تدخل على الخط. إذا uncomplicated UTI وعرفناها إن هي أي female non pregnant بالchild bearing age، يعني 15-45 healthy ما عندها أمراض أخرى، واليورينري تراكت ما فيها congenital abnormalities ولا stones ولا obstruct، يعني هذا كله حكينا المرة الماضية. هاي هي uncomplicated UTI. ف 75-95% yes هي equal. طيب هل في أذرز؟ خلينا نشوف. ممكن لا يستفلوا كوكس سابروفايتيكس ب20% من المرضى، خصوصا إذا عندهم بايلونفرايتس. بايلونفرايتس يعني كيدني انفكشن، وباي ذا واي كمان الكيدني انفكشن باي ديفولت كومبليكيتد، يعني هي خطيرة. هاي الكيدني انفكشن هاي كتير خطيرة، زيها زي النمونيا، ممكن يعملوا لنا سبسيس. ممكن على استفيليكو كسابروفايتيكس برضو بالريكرنت انفكشن، بالريكرنت انفكشن برضو ممكن الاقيها هاي جرام بوزيتيف بكتيريا مثلا، شايفين؟ يعني مش ضروري دائما يو تي اي جرام نيجاتيف، لا هاي في حالات ممكن تكون جرام بوزيتيف، تمام؟ ممكن الاقي كمان جرام نيجاتيف انتيروباكتيرياس، هاي فاميلي انتيروباكتيرياس، هاي الفاميلي كتير سيئه. كليبسيلا، اصلا الكليبسيلا اذا مسكت مريض ريزيستنت، ولا يمكن دواء او دين بالدنيا بيسيطروا عليها. هاي الكليبسيلا شايفينها كثير سيئه، هاي الكليبسيلا. ف
فهاي المجموعه اصلا كلها نسميها انتيرو بكتيرياس، هاي اجمالا سيئه، جرام نيجاتيف بكتيريا من النوع كثير سيء. يعني هاي الايكولاي مثلا جرام نيجاتيف بس نوعا ما مش سيء، هاي الانتيرو بكتيرياس هاي كثير سيئه، فيها من ضمنها كليبسيلا بروتياس وهي السودومونس حبيبتنا، هذول كلهم الجرام نيجاتيف انتيرو بكتيرياس كثير سيئين، المانجمنت تبعهم كثير بغلب. وين بلاقيهم؟ بلاقيهم بالهوسبيتالايز بيشنت، بلاقيهم بالكومليكيتد يو تي ايز. تمام، فانا لما احكي ايكولاي انا عم بحكي عن ان كومليكيتد. اذا لقيت انواع اخرى ممكن الاقي برضه، هذا الجدول عم بحكي لك بالان كومليكيتد ممكن الاقي انواع اخرى، هاي ستريب ستاف سابروفايتكس انتيروكوكس، هاي الكليبسيلا بروتياس ممكن الاقي، بس 95% من الحالات هي ايكولاي. هلا لما نيجي نحكي كومليكيتد لا، النسبه بتختلف، ما بقدر احكي انه 95% ايكولاي. ممكن اذا بلاقي ايكولاي بلاقيها ريزيستنت، شايفين ايكولاي ريزيستنت، بلاقي سودوموناس، بلاقي اسينوتوباكتر، تذكروا الاسينوتوباكتر كانت بالمالتي دراج ريزيستنت، بلاقي ستافيلوكوكس، اذا عندي سي اي سي اي يعني كاثيتر، الكاثيتر برضه بلاقي انواع مش معروفه من فوق، ممكن الاقي كانديدا بالناس اللي مركبين كاثيتر للبول. تمام، انتوا ايش مطلوب منكم تحفظوا اللي بهذا السلايد؟ هذا للاطلاع، يعني ايش ممكن الاقي مايكرو اورجانيزم غير الايكولاي، يعني ممكن الاقي مايكرو اورجانيزم غير الايكولاي. شوفوا الريكرنت، اذا كان عندي بالريكرنت ري انفكشن، ايش مره بالري انفكشن؟ اول مره بلاقي عنده بروتياس ميرابيلس، بعدين بلاقي عنده كليبسيلا نيموني، بي معناها بروتياس باي ذا واي، كي كليبسيلا، هايهم بي بروتياس كي كليبسيلا. اوكي، ممكن الاقي عندهم ايكولاي بس ريزيستنت، هذول الريكرنت يو تي اي قلنا يا بنصنفهم ري انفكشن او بنصنفهم ايش؟ ريلابس. ايش بدنا نحفظ مايكرو اورجانيزمز مالي؟ هذول هذول للاطلاع، للاطلاع. طيب شو في عندنا ريسك فاكتورز لليو تي اي؟ ليش في ناس بصير عندهم يو تي اي وناس بصيرش عندهم يو تي اي؟ في كثير عوامل بتتدخل، من اهم العوامل قديش هو سيكشوالي اكتف، قديش المريض او المريضه سيكشوالي اكتف. فاذا كان ميل في عندنا هوموسيكشواليتي، في عندنا ممكن يكون عنده انتركورس وذ انفكتد وومن، يعني الماء الفيميل بتكون عندها يو تي او بتعدي الميل. في ناس مش مطهرين، لاك اوف سيركمسيشن، هذا برضه ريسك. الكبار بالعمر ممكن يصير عندهم بروستيت هايبربليجيا، هذا برضه ريسك. اللي عنده بروستيت هايبربليجيا مش زي اللي ما عندوش. بالفيميلز برضه السكشوال انتركورس بيزيد الريسك، لاك اوف فويدنج افتر انتركورس. عشان هيك مرات كثير بالبيشنت اديوكيشن بنحكي انه اذا في سكشوال انتركورس الافضل يصير في، يعني يشربوا مي مشان يروح على الحمام، لما بيروح اليورينيشن ممكن بيطهر المنطقه. يوز اوف سبيرميسايدال جيليز اور ديافراغم فور كونتراسبشن، يعني هدول النوعين من الكونتراسبشن بيزيدوا الريسك لليو تي اي. البريجننسي، عشان هيك احنا بريجننت ومن دغري حولناها كومبليكيتد يو تي اي، فالبريجننسي بيزيد الريسك لليو تي اي. حتى اصلا اليو تي اي بالبريجننت ممكن يكون ريسك للاجهاض، اذا كان ريكرنت يو تي اي وما تعالجت في ريسك انه يصير اجهاض بالبريجننسي. هذا ريسك فاكتورز غير هاي الامور الخاصه، في ريسك فاكتورز عامه زي الديابيتس لانها بتاثر على الاميونيتي، إذا عندنا يورولوجيكال انسترومنتيشن مركب كاثيتر أو مركب أشياء بالقناة البولية، إذا في عندنا رينال ترانسبلانت لأنه بيكون ماخذ اميون سبريسيف ايجنتس، إذا بيعاني من نيوروجينيك بلادر يعني مشكلة النيورو، أو إذا في عندنا سورس اوف اوبستراكشن زي ستونز، بيعاني بروستاتيك هايبربليجيا، إذا عنده كانسر، في ماس، أي سورس من الاوبستراكشن ممكن يكون ريسك وبزيد الانفكشن بالفيميل وبالميل على نفس السواء. هذا السلايد عم بحكينا عن الريسك فاكتورز فور يو تي اي، برضه ما برجع هون باكد ريسك فاكتورز فور يو تي اي من ضمنها البايونيفرايتس. برضه الالدر، الالدر اجمالا لما بنحكي الدر معناه الاميونيتي قليله، معناه النيوتريشن برضه مش كويسه، معناه انه في عندي كوموربيديتيز، يعني هذا الحكي نفس الموجود هون بس بشوف اذا في اشي زياده. يعني الايج هون برضه حاكي عنه،
اذا عندي ديزيز خاص بالكدني زي بوليسيستيك كدني ديزيز، اذا في كالكولس اللي هي ستون، هاي الكالكولس معناها ستون، كالكولاي ستونز، لما تشوفوا كالكولاي معناها ستونز، كالكولس هي المفرد ستون. إذا عنده أمراض بيأثر على الإميونيتي زي الديابيتس أو مالجنسي كانسر أو اتش اي في، إذا باخذ كورتيزون تمام، هاي البريجنانسي موجودة، هاي كلها تعتبر ريسك فاكتورز فور يو تي اي. طيب هاي خلصنا من اليو تي اي كريسك فاكتور، نيجي على الساين اند سيمبتومز. إيش بيجي المريض اللي عنده يو تي اي سيمبتومز؟ لما نحكي كمان لور يو تي اي مينلي عم نحكي، يعني إحنا هون اللور شو حكينا؟ ثلاث انواع باللور، هيهم سيستايتس اذا الانفكشن بالبلادر، بروستاتايتس بالبروستيت، ويوريثرايتس باليوريثرا. اغلب الكيسات اللي هي الانكومبليكيتد يو تي اي، هي اغلب الكيسات بيكون بلادر زائد يوريثرا انفكشن، بسميها سيستايتس. سيستايتس هي اغلب الكيسات، عشان هيك احنا بنحكي لور هون بالسيمبتومز لور UTI، بعدين هون نقول lower UTI cystitis لأنه أغلب الكيسات تجينا cystitis تمام؟ طيب lower UTI إيش بيجي المريض عنده أعراض؟ dysuria. شو يعني dysuria؟ شو يعني dysuria؟ تقطع بالبول؟ عسر بالبول، يعني يعني إحنا مثلا الطبيعيين لما الواحد بيدور على الحمام عادي ما بيحس إنه لازم يبذل مجهود عشان يعمل يورينيشن، بتحسها عملية طبيعية بتنزل طبيعي وخلص. هون بيكون عندهم عسر بالبول، يعني لما بيجي بده يعمل يورينيشن بتحس بده إفورت لحتى يطلع اليورين تمام؟ ديس يوريا عسر بالبول، مش عم بيطلع البول بطريقة فريلي هيك بطريقة سهلة، في يعني عم ببذل مجهود لحتى يطلع يورينيشن. وتاني اشي لا كمان الفويدنج ما بيكون فل، بتحس دايما المثاني لسه فيها ريزيدجوال يورين، المثاني ممكن لسه محشره بول. ايرجنسي ايش يعني ايرجنسي؟ شو رايكم ايش يعني ايرجنسي؟ طب ايش يعني ايرجنت؟ ايرجنت ايش يعني بالعربي؟ ايرجنسي يعني ما بلحق حاله، يعني انه مو ايوه بالضبط ما يلحق حاله، يعني احنا فعليا هيك على بالعربي لو ان الواحد بده يروح على الحمام ممكن يعني يعني ينشغل له بشغله، بيأجل حاله، بيحكم حاله، بيقدر صح ولا لا؟ بيقدر. يفرض مثلا انت حشرت في المحاضره بتقدر عبين لا تخلص المحاضره تضلك ماسك حالك. هون لا، اذا اجى السنسيشن يا يا بلحق يا ما بلحق، يعني لازم اذا حس انه في يورينيشن لازم دغري يروح على الحمام، لانه اذا ما راح معناها فلتت الامور معه. هاي الارجنسي ما بقدر يحكم حاله كتير منيح، فاذا حس انه لازم يروح على الحمام لازم هسه يروح على الحمام. فريكوانسي بتزيد اليورينيشن اكثر من العاده، يعني ان احنا يعني اذا نفس الفلويد انتيك تبعتنا وبروح على الحمام بالعاده 3 4 5 مرات في اليوم، هون بصير يروح 10 مرات، فبروح مور فريكوينت على الحمام. نوكتيوريا انه بصير عنده يورينيشن بالليل ازيد من اللازم. برضه اذا المريض واحد فينا بعد الست بي ام ما شرب سوائل، المفروض انا بالليل ما اصحى اروح الحمام، هيك المفروض، بس هدول بيروحوا مرتين وثلاثه بيصحوا من النوم عشان يروحوا على الحمام، هاي بنسميها نوكتيوريا. سوبرا بيوبيك هيفنس، المنطقه اسفل البطن بتلاقي فيها هيفنس او وتندر، يعني بالفيزيكال اكزامينشن بتلاقيها ميبسه، دليل انه في انفكشن بالبلادر لانه هون منطقه البلادر، هون منطقه المثانه، وممكن دليل انه لسه في يورين بضل محشر بالبلادر، ما في فول فويدنج. فول فويدنج يعني البلادر بتطلع كل اليورين اللي فيها، هذا الطبيعي لما يكون في عندنا انفكشن بضل لا ما بتقدر تطلع بكفاءه كل اليورين، فبالتالي ممكن نلاقي ضل في بواقي يورين دائما موجود بالبلادر. هذول مين؟ اللور، برضه اللور ممكن نلاقي فيهم عندهم هيماتيوريا، يعني بلاد باليورين ممكن مش دائما تمام، بس باي يوريا لا، باغلب الحالات بلاقي عندهم باي يوريا، وايت بي سي باليورين، اما ار بي سي ممكن الاقي ممكن ما الاقي. نيجي هلا على الابار، شوفوا الابر، يعني لانه مهم انا كدكتور اميز اللور عن الابر. الابر بيجيني بفلانك بين، ايش فلانك بين؟ يعني منطقه الخصر، بقول لك هيك باشر بايده على هاي المنطقه، بقول لك هون بيوجعني يا من اليمين يا اليسار، هاي منطقه فلانك بين، وجع بالخواصر هاي واحد،
فيفر. هون جبنا سيرة الفيفر باللور، لا إذا اللور ما فيه فيفر الأبر يصحب فيفر، يعني دخلنا إحنا بسيستميك سايد كومبليكيشنز فيفر. ممكن يجينا نوزي أند فوميتنج، بيجي براجع وعنده غثيان، ماليز، تعب عام. لما نيجي نعمل فيزيكال اكزامينيشن هاي المنطقه بنسميها كوستو فيرتيبرال، شايفين بيجي الدكتور هيك بدق على هاي المنطقه بشك انه عنده بيونين فرايتس، بيجي الدكتور هون بايده بدق على هاي المنطقه بيصرخ هو من الوجع. هاي المنطقه اسمها كوستا فيرتيبرال اريا، اللي فعليا هي وراها موجود الكتني. فاذا هو عم بدق الدكتور بالفيزيكال اكزامينيشن بيلاقي فيه تندرنس انها هاي محجر المنطقه او يابسه، ولما بدق بصير بزيد البين، بصير يصرخ من الوجع المريض من الفلانك بين. هون بصير متاكد الدكتور ان انا عندي بيلونيفرايتس من السيمتومز. هون لا، المنطقه اللي فيها تندرنس من غير بين، تندرنس يعني محجره زي ما نحكي محجره او منتفخه شوي، هي سوبرا بيوبيك معناها اسفل البطن، اخر منطقه في البطن. فاذا بدي اميز بين السيستايتس والابر اللي هو بيلونيفرايتس، إذا إشي مميز جدا هنا في فلانك بين، هنا ما في فلانك بين، هنا فيفر، هون ما في فيفر. المنطقة الفيزيكال اكزامينيشن هون كوستا فيرتيبرال تندرنس، هون على الظهر من ورا، هون لا بطن من تحت، سوبرا بيوبيك تندرنس. هون في عسر بول، هون لا اليورينيشن طبيعي جدا عندهم باي ذا واي، اليورينيشن جدا طبيعي هون بالبيلونيفرايتس. أنا ما عندي مشكلة لا بالبلدر ولا باليوريثرا، انا عندي مشكله بالكدني من فوق، تمام؟ فما بلاقي لا ديسيوريا ولا فريكوانسي ولا ارجنسي، هدول بالابر ما بلاقيهم. هلا ليش المشترك؟ ممكن الاقي هون بايوريا وهون بايوريا، اوكي، بلاقي هون بكتيريوريا وهون بكتيريوريا، تنتين موجودين، يعني البايوريا والبكتيريوريا موجودين، بس هون ممكن الاقي بكتيرينيا. اذا ما لحقناه من اول البيونيفرايتس ممكن الاقي نقله انفكشن للدم، فبلاقي بكتيريميا احتمال. هون لا، اللور انه يعمل لي سبسز كتير قليل، الا اذا اللور عمل لي ابر والابر عمل لي سبسز، يعني هاي حالات قليله، تمام. اغلب السبسز جايين من البيلونيفرايتس وليس من اللور يو تي اي. حلو الكلام. طبعا اللاب داتا بلاقي فيها بكتيريوريا، بلاقي فيها بايوريا، هدول بيهمني اللي تعرفوهم. اللوكوسايد استريز والنايتريت بوزيتيف يورين بديش تعرفوهم، انا بيهمني تعرفوا انه البكتيريوريا بكتيريا باليورين بعدد معين، حنحكي عنه العدد لقدام. بايوريا بريزنس اوف بايت وي سيز اكثر من 10 بير مليمتر باليورين، او 10 قوه 6 بير لتر، يعني حسب الوحده، تمام. هل الجايد لاين بيحكي لنا ايش؟ سيمبتومز لحالها ار ان reliable to diagnose bacterial UTI. يعني ايش؟ يعني symptoms لحالها ما بعتمد عليها، لازم اعمل standard urine analysis. على فكره اليورين analysis انا كتست كثير بحبه. ليه؟ لانه اول شيء non invasive، يعني سوري انت هيك رايح على الحمام بتحط هذا اليورين بعلبه بوديه على اللاب، فهو non invasive، تمام؟ يعني لسه اخف من البلد سامبل، يعني حتى بلاد السامل هي نان انفيسيف، بس لسه اليورين كثير اخف، يعني هي من اسهل العينات ممكن يعطيها المريض اللي هي يورين سامبل. ثاني نقطه فيري انفورماتيف، يعني كثير بعطيني معلومات، يعني كل هذا اللي شفناه بهذا السلايد معلومات، شوف قديش بياخذ بيعطيني معلومات، هاي بس من اليورين اناليسيس كل هاي المعلومات عن وايت بي سيز وار بي سيز وبروتين وبكتيريا وكيتون بوديز وجلوكوز. شوف تخيل كل هاي المعلومات بتيجي، هذول كمان اللي انا ذكرتهم، في اشياء ثانيه ممكن تطلع معنا. والبي اتش تبعت اليورين طبعا بيعطيني معلومه عنها، فهذا فيري انفورماتيف. فيري انفورماتيف يعني بيعطيني كثير معلومات، هاي ثاني ادفانتج. اذا اول ادفانتج انه هو نون انفيسيف، ثاني ادفانتج انه هو، اذا بدكم هون اكتب لكم اياهم، شو رايكم؟ ادفانتج، ادفانتجز اوف يورين اناليسيس، نون انفيسيف، انفيسيف، فيري انفورماتيف، هي معلومات. شو كمان؟ شيب، رخيص، شيب. شو كمان؟ رخيص هو، very fast
يعني انا مره لما طلبت يورين اناليسز قالت لي خلال ثلث ساعه نص ساعه، يعني حتى ما رحتش مكان ورجعت ضليت استنى. فهو فيري فاست تيست على السريع، تعطي العين تستنى نص ساعه بتاخذي كل المعلومات تمام، ورخيص ونون انفيسيف وفيري انفورماتيف. عشان هيك الجايد لاين بيقول لك لازم نعمل يورين اناليسز. هلا اليورين اناليسز بيعطيني كل هالمعلومات وبيعطيني عدد البكتيريا، بس ما بيعطيني نوعها، بحكي لي انه في بكتيريا وهالقد عددها. اذا عددها كبير برضه بحكي لي عندك مليون، عندك 10 مليون، عندك 10,000. فبيحكي لي عدد البكتيريا بس ما بيحكي لي شو نوع البكتيريا. فانا اذا عندي ان كومبليكيتد يو تي اي انا عارفه بنسبه 95% انها ايكولاي، بديش اعرف شو هي، انا بكفي اعرف انه عددها كبير، هل اعطي مضاد حيوي او ما اعطيش تمام. فمشان هيك الجايد لاين، لانه في كثير ادفانتجز لليورين اناليسيس ثبتتها، انه انا بعتمد على السيمبتومز ولازم اعمل يورين اناليسيس لكل المرضى. انا بعرفش بالاردن يمكن متوقع يعتمدوا بس على السيمبتومز ولا بيعملوا يورين اناليسيس، شو رايكم؟ شو رايكم اللي مر بحاله يو تي اي او اللي بيعرف مرضى، هل احنا بالاردن نعمل يورين اناليسيس لكل مريض يو تي اي ولا بنعطي امبيريكال ثيرابي من غير ما اعمل يورين اناليسيس؟ على الاغلب ما بيعملوا لكل مريض. بيعالجوا امبيريكال لحاله. طيب اذا احنا بدنا نمشي على الجايد لاين لازم نعمل يورين اناليسيس، برغم انا شايفه صراحه انه السيمبتومز برضه مميزه لما نحكي السيوريا وارجنسي سوبيا بيوبيك هيفنس. الفلانك بين هاي فري 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 سبيسيفيك، كمان الفلانك بين مع فيفر، ومع ذلك هو بقول لك لازم نعمل يورين اناليسيس، هذا الجايد لاين. طيب نيجي هلا للبكتيريوريا، شو تعريف البكتيريوريا؟ بقول لك بكتيريوريا does not always represent infection. طيب وبالتالي for this reason a number of quantitative diagnostic criteria have been created to identify the amount of bacteria in the urine. لحتى احكي انه انا عندي infection، تذكروا اول محاضرة لما حكيت لكم سوسن او مش عارفة مين، انه ممكن الاقي بكتيريا باليورين، بس لا يعني ذلك انه هو في مشكلة، احتمال يكون presence من contamination وانت بتعطي العينة. فمش بكل ما اشوف بكتيريا باليورين معناه انه عندي مشكلة، عندي infection. لازم يكون عندها في عدد معين للبكتيريا حتى احكي انه انا عندي مشكله تمام. هذا اول معلومه عم بيحكي لي اياها. بس بدي يا بالله هذا السلايد حاسسته كراودد، بدي اسمر سلايدين. اوكي هاي اول معلومه حكيناها، هذا بننتقل على المعلومه الثانيه. نيجي هون طيب ثاني معلومه عم بيحكي لي اياها، asymptomatic bacteriuria. asymptomatic bacteriuria is a common finding، يعني موجودة كتير خصوصا بالناس فوق 65 سنة. هدول ايش بصير عندهم؟ significant bacteriuria. شو يعني bacteriuria significant؟ معناها اكثر من 10^5 بكتيريا بير مل اوف يورين، كل مل من اليورين بلاقي فيه بكتيريا 10^5. 10^3 هو 1000، 10^6 يعني هذا 100,000، 10^6 هو مليون صح؟ فهذا بلاقي فيه 10^5 أو أكثر، يعني 100,000 بكتيريا لـ CFU Coliforming Unit إذا بتتذكروا اللعب بالمايكرو، بكتيريا بالمل تبع اليورين. ها طبعا بطل بكتيريا سين، هذا عدد كتير كبير. حتى احكي بكتيريوريا ايه سيمبتوماتيك بكتيريوريا، يعني ما عنده سيمبتومز ولكن عنده بكتيريا باليورين. قديش البكتيريا باليورين؟ هي 10^5 بيرميل ان تو كونسيكيوتيف يورين كلتشر او يورين اناليسز. هاي بتطلع بالاناليسز بالضروري كلتشر، يورين اناليسز. هاي اقريكم اياها من الجدول، هاي شوفوا شو تعريف البكتيريوريا، شو تعريف البكتيريوريا. شوف حتى احكي انه مريضي عنده بكتيريوريا، شوف حتى احكي انا عندي بكتيريوريا هاي
significant. شوفوا شو شروطها. 10 قوة 2 قديش 10 قوة 2؟ 100 صح. 10 قوة 2 100. 10 قوة 2 سي اف يو اللي هي كوليني فورمينج يونت بارم ال ان سيمتوماتيك فيميل. يعني حتى احكي بكتيريوريا وراعيها اهتمام وتكون انفكشن في لها شروط. اول شرط يعني بدي اكتبها بالايد عشان تشوفوها. 10 قوة 2 كيف بدي احط القوة من غير ما اضلني اصغرها؟ 10 قوة 2 هاي بلشة. طيب المهم تفهموا مش مشكلة. 10 قوة 2 شوف ان سيمتوماتيك فيميل. يعني هون السؤال شو عم بيحكي؟ متى البكتيريوريا براعيها اهتمام بتكون انفكشن، بتكون بتخوف. 10 اذا كانت 10 قوة 2 سي اف يو بيرمل ان سيمتوماتيك فيميل. يعني اذا في سيمتومز ان سيمتوماتيك. اذا في سيمتومز العشرة يعني لو 100 سي اف يو بيرم ال معناها في مشكلة. لو كان العدد قليل اللي هو 100 100 بكتيريا بالمل مع سيمتومز معناها في مشكلة. طيب شو الشرط الثاني؟ اذا كانت 10 قوة 3 ان سيمتوماتيك ميل. يعني بيفرق الميل عن الفيميل. 10 قوة 3 ان سيمتوماتيك ميل. يعني لاحظوا بالفيميل 10 قوة 2، بالميل لازم يوصل ل 10 قوة 3. يعني 10 قوة 2 بسيمتوماتيك ميل ما بعتبرها بكتيريوريا. مرة ثانية، 10 قوة 2 أو أكثر بير ميل، كل عم نحكي ميل احنا، اوكي؟ سي اف يو بير ميل اذا كان عندي سيمتوماتيك فيميل، 10 قوة 3 اذا عندي سيمتوماتيك ميل. وكمان انتبهوا كثير منيح يا جماعة، شايفين؟ لما نقول ا سيمتوماتيك او ا سيمتوماتيك، اذا كانت الام لزقة بالكلمة فهي يعني نون سيمتوماتيك. لما بنحكي اسيمتوماتيك وكان مفصول هاي ايه التعريفية هاي غيرها والنكرة مش عارف شو بالانجليزي. اوكي؟ فا ايه لما تكون نون يعني ما في سيمتوم لازم تكون ملزقه بالكلمه. هاي كثير انتم بتلخبطوا فيها. هاي الجمله الاولى مثلا ان اسيمتوماتيك فيميل، هاي معناه موجود في سيمتوم، انه في فراغ بين الاي والسيمتوم. واضح اللي انا بحكيه؟ هذا انجليزي بحت. لانه اي سيمتوماتيك لحتى تكون انه ما في سيمتومز لتكون ملزقه بالكلمه. طيب هي ثاني شرط، اذا قلنا يكون 10 قوه 3 وفي سيمتومز بالميل لحتى افترض انه عندي بكتير يوريا كوزز انفكشن ولازم نتدخل فيها انتي بايوتيك. طيب ثالث شرط، 10 قوة 5 هبلش العدد يزيد بالناس الاي سيمتوماتيك. يعني انا اذا ما عندي سيمتومز متى بخاف من البكتيريورا؟ اذا وصلت لعدد 10 قوة 5. يعني قوة 4 وما في سيمتومز ما بسأل فيها، قوة 3 وما في سيمتومز ما بسأل فيها، قوة 2 وفيش سيمتومز بسألش فيها. شايفين كيف؟ لما تعلى على 10 قوة 5 او اكثر ساعتها لا، حتى لو ما في سيمتومز لازم اتدخل بانتي بايوتيك. 10 5 ان اسيمتوماتيك ويفضل تنعاد مرتين، تو ريدنجز، يعني تنعاد مرتين ونتاكد انه المرتين 10 قوه 5 10 قوه 5 10 قوه 5. اوكي اذا 10 قوه 5 دكتوره احكولي. مش عارفه ليش عندك السيستم خلاص. انه كيف تعملي الباور من فوق؟ ايش عمل؟ المفروض تحطي كليك عليها تضلها على طول عندك في التول، يعني في شريط الادوات على طول تضلها مبينه، بس ما بعرف ليش ما عم بتبين عندك شريط الادوات. ايش هي حبيبتي هنادي؟ ايش هي؟ خلص مش مشكله.
كنت بدي اقول لك كيف تحط الباور في شريط الادوات. الاصل ان الشورت كات مش عارف كيف احطها خلص. الاصل انه بس تحط كليك عليها تضلها خلاص على طول، يعني كل مره يعطيك اياها في الطول على طول، مش انه تضلك تفتحي الاصليه. هي بتطلع عندي كتير بالوورد، بس بالباوربوينت ما بتكون طالعه. بالباوربوينت غير. يمكن عشان هيك خلص. ماشي، ما في مشكله. شكرا لك. بس لاحظوا ملاحظه انه انا كل ما كان في سيمتومز العدد القليل بقبله من البكتيريوريا، يعني 10 قوه 2 هي 100 بكتيريا، بس لو ما في سيمتومز بدي اوصل تقريبا لمليون بكتيريا حتى اشوفها، حتى اعطي مضاد حيوي، تمام، حتى اتاكد انه في عندي انفكشن. 10 قوه 5 ان اي سيمتوماتيك. اي سيمتوماتكس يعني ايش؟ نو سيمتومز. اي سيمتوماتيك يعني نو سيمتومز. الحالة الأخيرة، شوفوا any growth of bacteria in on suprapubic catheterization in symptomatic patients. أوكي؟ any growth، إيش يعني any growth؟ يعني لو كانت بكتيريا واحدة، any growth، لو بكتيريا واحدة مش 100 ولا 1000 ولا 100,000، إذا كان بكتيريا واحدة بوجود الكاثيتر. كاثيتر، اذا لو كانت اني جروث بوجود الكاثيتر، والكاثيتر معناه احنا قلنا سور اوف انفكشن، فهلا لو بكتيريا واحده بكره بصيروا 10، بعده بصيروا 20، بعده بصيروا 100,000، لانه ايش؟ في عندنا كاثيتر موجود، هذا كاثيتر اساس البلع. كيف في انفكشن تيجي بالكاثيتر؟ فهذا الرقم 4 في 3 شروط: اني جروث، وفي كاثيتر، وفي سيمتومز. شوفوا هذا الرابع، يكون عندنا كاثيتر بلس كاثيتر بلس ايش؟ سيمتومز. بطل يقول لي مال وفي مال. اذا في سيمتومز لاي مريض مركب كاثيتر، كاثيتر حتى لو ما لو في جروث، لا لاني جروث يعني لو في بكتيريا واحده شفناها واحده، هذا لا دغري نفترض انه عنده انفكشن، لانه بنلحقه، لانه اليوم واحده بكره بتصير 50,000، بعده بصير 100,000، بعد بصير مليون، لانه الكاثيتر هو نفسه سورس اوف انفكشن. هاي عم بيحكي لي اياها 10 قوه 2 ان كاثيترايزد بيشنت، حتى لو ما فيش سيمتومز، من غير سيمتومز بدنا نزيد العدد، يعني هون العدد ليش قبلنا باني جروث؟ لانه في عندي سيمتومز. طب لو ما فيش سيمتومز، لا بقول لك 10 قوه 2 asymptomatic. ما دام ما فيش سيمتومز العدد لازم يزيد. خذوها قاعده، وجود السيمتومز بيقلل العدد، او مش بيقلل العدد، بيقبل بعدد قليل. اذا السيمتومز موجوده حتى العدد القليل بيكون في مشكله عندي. يعني لاحظوا هون هذا اكبر مثال، وجود سيمتومز خلى اني جروث بالبكتيريا مهم عندي، وجود الكاثيتر. هلا لما راح لو ما في سيمتومز، لا بدي استنى العدد يوصل ل 10 قوه 2. ماشي يا جماعه؟ اذا هذا السلايد شو عم بيحكي لي؟ متى البكتيريوريا بتصير اهتم فيها واحس انها عملت لي انفكشن لازم اتدخل بانتي بايوتيك؟ اذا كانت 10 قوه 2 عدد قليل، فلازم صاحبها سيمتومز بالفيميل. 10 قوة 3 عدد قليل، لازم صاحبها سيمتومز بالميل. طب لو قلت 10 قوة 3 بالفيميل، شو رأيكم؟ عشرة قوة 3 بالفيميل بكتيريا هو أكبر، يعني أكيد برضه في عندك. بدي إياكم أنتم صحصين معي ولا لا، بدي أشوفكم. 10 قوة 3 اوريدي هي 10 قوة 2 اعلى من 10 قوة 2، فاكيد بالفيميل. يس اوريدي هذا الرقم موجود، يعني احنا بنقول 10 قوة يعني هيك 10 قوة 2 او اكثر، 10 قوة 3 او اكثر. يعني لو اقول 10 قوة 2 بالميل، لا 10 قوة 2 بسيمتوماتيك ميل، لا لازم استنى 10 قوة 3 او اكثر. طيب اذا ما عندي سيمتومز لازم العدد يكون كثير كبير لحتى اراعي اهتمام. وبعدم وجود سيمتومز بدي استنى العدد يوصل 10 قوة 5 او اكثر لحتى اهتم فيه
واحس انه عمل لي انفكشن. نيجي لاخر قياستين عم بيحكي عن الكاثيتر. اذا موجود عندي كاثيتر بدي اشوف، اذا عنده سيمتومز فصير اني جروف عامل لي مشكله، اذا ما عنده سيمتومز نستنى العدد يكبر لعشرة قوة جنين. واضح الكلام؟ هذا الكلام كله مكتوب هون هيو بالاصفر. Diagnosis for significant bacteriuria. متى البكتيريوريا بتصير significant؟ ببطل اطنشها. اذا فعليا اقل من 10 قوة 2 بأسيمتوماتيك فيميل بطنشها، اقل من 10 قوة 3 بأسيمتوماتيك ميل بطنشه، اقل من 10 قوة 5 بأسيمتوماتيك بطنش. الكاثيتر اذا عندي سيمتومز ما بطنش ولا جروف، اذا ما عندي سيمتومز والعدد اقل من 10 قوة 2 بطنش، بستنى العدد يوصل 10 قوة 2 او بستنى السيمتومز تظهر بوجود الكاثيتر. فنرجع لهاي السلايد بالاسيمتوماتيك بكتيريا. وين ذكرت الاسيمتوماتيك؟ هون. هاي اسيمتوماتيك وهون الاسيمتوماتيك. في اشي غير يعني الحالة الأولى والثانية والرابعة هدول سيمتوماتيك. الاسيمتوماتيك هاي الحالة رقم 3 والحالة رقم 5، هدول الاسيمتوماتيك. عشان هيك بقول لك ذكر لك وحدة الاسيمتوماتيك بكتيريوريا، هي فعليا لما يكون عندي 10 قوة 5 أو أكثر in two consecutive urine analysis in absence of symptoms، لما ما يكون عندي symptoms. ما حكى لك عن الثاني لما يكون عندك كاثيتر. هاي انا بقول لك اذا في كاثيتر واسيمتوماتيك بستنى العدد يصير 10 قوة 2، اذا ما في كاثيتر لا لازم يوصل لخمسة يعلى العدد، لانه الكاثيتر لا بخوف اكثر. في حالة ثانية اسمها سيمتوماتيك اي بكتيريوريا. يا سلام شو هاي؟ شوف هاي هاي برضو ثاني كبي بيست. وهدول ايش اعملهم؟ طيب اذا الحاله الاولى كان اسمها اسيمتوماتيك بكتيريوريا، الاقي بكتيريا اكثر من 10 قوه 5 بعدم وجود سيمتومز، هاي ساعتها بتسمى سيجنيفيكانت. لو العدد اقل من 10 قوه 5 ما بسال فيها هاي البكتيريوريا لاني ما عندي سيمتومز. طيب في حاله ثانيه موجوده اسمها سيمتوماتيك اي بكتيريوريا. يلا شو هاي معناها؟ يعني في سيمتومز بس ما في بكتيريا. يا بالضبط في سيمتومز ما اعمل يورين اناليسز ما بلاقي بكتيريا. طب شو هالقصه هاي؟ في سيمتومز وفيش بكتيريا. هاي حاله بقول لك بسموها لها اسم ثاني اسمها اكيوت يوريثرال سيندروم. هاي بيكون في سيمتومز اللي هي مينلي فريكوانسي وديسيوريا، ما في بكتيريورا. This syndrome is commonly associated بالكلاميديا انفكشن. شو هي كلاميديا انفكشن؟ كلاميديا ترخوماتا اللي هو سكشوالي ترانزميتد ديزيز. ايوه سكشوالي ترانزميتد ديزيز بالضبط. اذا اجى عندي سيمبتومز وعملت يورين اناليسز وما لقيت بكتيريا، هاي حاله خاصه اسمها اكيوت يوريثرال سيندروم. هاي بالعاده بتكون مصحوبه بالكلاميديا انفكشن اللي هي سكشوالي ترانزميتد ديزيز. طبعا احنا ما حنغطي بهذا الكورس سكشوالي ترانزميتد ديزيز. عن اليو تي اي لا تعتبر سكشوال ترانزميتد ديزيزز، اوكي؟ لا تعتبر سكشوال ترانزميتد ديزيزز اليو تي اي. بس بيزيد الريسك اذا كان المريض سكشوالي اكتف، بيزيد الريسك للانفكشن. طبعا اغلب المرضى بقول لك بهي المعلومه، اغلب المرضى اللي عندهم بكتيريوريا بنلاقي عندهم باي يوريا، اغلب المرضى اللي عندهم بكتيريوريا بنلاقي عندهم باي يوريا. تمام؟ وبالتالي the most reliable method of diagnosis quantitative urine analysis، وهذا حكيناه من قبل. هلا التريتمنت، خلص ندخل رسمي بالتريتمنت. شو الجول اوف تريتمنت؟ طبعا بدنا نعمل ايراديكيشن للمايكرو اورجانيزم، اذا احنا عم نحكي عن انتوبليكيتد يو دي اي بنحكي ايراديكيشن للاي كولاي. نمنع الكونسيكونسز، على فكره الانتريتد لور يورين تراكت انفكشن ممكن تؤدي لابر.
اذا تاكدت ان عندي يو تي اي لور اللي هو سيستايتس وما عالجته بروبرلي احتمال يرتفع ويعمل انفكشن للكدنيز، والكدني اذا صار عندي بايلونيفرايتس كثير خطيره، في ريسك للسبسز عالي لليورو سبسز، فبدي اعمل بريفنشن او تريتمنت للسيستميك كونسيكونسز. لان احنا كمان كل ما طلعنا ابر اللي هي بايلونيفرايتس بتظهر عندنا سيستميك ساين اند سيمبتومز، يعني فيفر لما نحكي فيفر هذا يعتبر سيستميك ساين اند سيمبتومز، لما نحكي نوزي اند فوميتنج هذا يعني كل جسمك بتاثر. احنا لما نقول لور سيستايتس فعليا مش كل الجسم متاثر، هو فعليا بس باليورينري تراكت سايت اللي متاثر مش كل الجسم، مش بتعملش فيفر. طبعا امنع الريكرنس، قلنا الريكرنس هي نوعين، يا ري انفكشن يا ريلابس. Selection of antibacterial agent يعتمد على كثير عوامل، كيف بدي اختار مضاد حيوي. Severity of symptoms، قديش السيمبتومز سيفير او انها مايلد، حتى جوا السيمبتومز لما نحن نحكي dysuria او frequency او بالبايلونيفرايتس نحكي flank pain والفيفر برضه فيها severity، هل هي مايلد السيمبتومز ولا سيفير؟ هل بتحمل المريض ولا مش متحمل؟ تمام؟ Severity of symptoms تعتمد بنعتمد عليها باختيار المضاد الحيوي. سايت اوف انفكشن يعني عم نحكي احنا لور يو تي اي اور ابر يو تي اي، هاي هي سايت اوف انفكشن. اوكي وذر ذا انفكشن از كومبليكيتد ولا ان كومبليكيتد، طبعا لما نحكي ان كومبليكيتد مينلي انا بدي اغطيه ايكولاي، بس لما احكي كومبليكيتد بدي اعرف هل هو ريس للكليسيلا ولا سودوموناس ولا بروتياس ولا ايكولاي ريزيستنت، يعني في كثير عندها رينج. Sensitivity of microorganism طبعا هل هذا الدواء sensitive له للمايكرو اورجانيزم ولا resistant، و achievable concentration in the urine، هاي اللي عم نحكي عنه لازم المضاد الحيوي يوصل ب enough concentration على site of action، enough concentration او نسميها achievable concentration in the urine. The therapeutic management of UTI is best accomplished by first categorization the type of infection. يعني بقول لك الصح إني أصنف المريض. فعليا في عندي 1 2 3 4 5 أنواع من السيستايتس بدنا نركز عليهم بالتريتمنت. Asymptomatic bacteriuria هذا بدنا نحكي عنه كلمتين. Symptomatic bacteriuria برضه بدنا نحكي عنه كلمتين. بدناش نحكي لا بدنا نحكي. Acute and complicated cystitis هي هاي أكثر إشي منتشر، هاي بدي أكبر لكم إياها، أكثر إشي منتشر هاي Acute and complicated cystitis اللي هي الانفكشن بالفيميل والانكومبليكيتد اللي حكيناها من البداية. لما نحكي cystitis بالميل هذا صار complicated، لما نحكي بايلونيفرايتس هذا صار كدني انفكشن فوق، هذا برضه إشي خطير. هذول النوعين اللي نحكي عنهم كلمتين لما يكون asymptomatic bacteriuria أو symptomatic abacteriuria، هذا اللي نحكي عنهم كلمتين بس أنا مين اللي حنركز على هذا الكبير لأنه هو هذا الأكثر انتشارا acute uncomplicated cystitis. تمام؟ يجي نحكي على asymptomatic bacteriuria. asymptomatic bacteriuria عرفناها قلنا ما في symptoms بس البكتيريا باليورين هي 10 قوة 5 أو أكثر، تمام؟ لحتى تكون significant. أكثر ناس بيعاني منها هاي الأسيمتوماتيك بكتيريا هم الإلدرز والفيميلز خصوصا إذا كانت بريجنانت، عشان هيك إذا بتتذكروا في ناس بريجنانت أو سمعتوا عنهم كتير بطلبوا يورين أناليسس، يورين أناليسس بالبريجنانت، لأن ممكن تكون هي أسيمتوماتيك ما في عندها سيمتومز بس عندها بكتيريا باليورين، عشان هيك دائما ريجولر تيست بالبريجننسي اللي يطلبوا منها دائما اعمل يورين اناليسيس كل شهر شهرين اعمل يورين اناليسيس. ليه؟ لانه اذا اكتشفوا في عندها بكتيريوريا بنسبه 10 قوه 5 او اعلى بيعطوها مضاد حيوي، لان حكيت لكم انا هاي البكتيريوريا احتمال تعمل اجهاض، ما بستنى انا بالبريجننت انها تصير عندها سيمبتومز لحتى اعطي مضاد حيوي، لا لازم تتعالج. اوكي إذا عندنا بكتيريوريا، عشان هيك اليورين أناليسيس هو ريجولار تويست بالبريجنانسي. The management of asymptomatic bacteriuria depends on the age and whether the patient is pregnant أو لا، يعني إيش معناها؟ يعني إذا كان عمره كبير asymptomatic bacteriuria بدها تتعالج،
نعطي مضاد حيوي، واذا برضه كتير صغير اسمبتوماتيك بكتيريا يوريا بدها تتعالج. هلا اذا عمره متوسط مثلا 30 40 سنه، لا خلص الاميون سيستم لحاله كفيل انه يعالج البكتيريا كونه ما عندي سيمبتومز. مره ثانيه الاسمبتوماتيك بكتيريا يوريا هي بكتيريا باليورين بس ما عندي سيمبتومز. هلا هاي نعالج ولا ما نعالج؟ لا بنستنى شوي. اذا الايج كتير كبير او كتير صغير بنعالج. هشوفوا ان children because of a greater risk of developing renal scar يعني يأثر على الرينال فانكشن، ساعتها لازم نعالج. برضو الكبار بالعمر كتير كبار، كونه كبار بالعمر الاميونيتي تبعتهم مش ويل، برضو بعطيهم مضاد حيوي. طيب تاني شرط whether the pregnant or non-pregnant، اذا كانت pregnant لازم اعالج بكتيريوريا حتى لو ما في symptoms. هلا النن بريجننت فيميلز الحكي كونتروفيرشل، الاساس اني ما اعالج خلص ما دام ما فيش سيمبتومز. اوكي في بكتيريا باليورين ممكن الجا ايش؟ نن فارماكولوجيكال ثيرابي. ايش في نن فارماكولوجيكال ثيرابي فكركم؟ واحده مثلا عمرها 25 سنه اجت اكتشفنا انها عندها بكتيريا ما عندها سيمبتومز، ايش ممكن انا انصح نن فارماكولوجيكال؟